يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين البصر يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا زد عليه ورتل القرآن ترتيبا you
أقسم بالنفس اللوامة
الإنسان أن لم نجمع عظامه فلا قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه لا تحرك به لسانك لتخجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة
السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين يوم ينظر المرء ما قد يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا
الصالحات فلهم فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فيه هدى الله 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 بلغ العلا بكماله
كشف الدجى بجمالي حسنات جميع خصالي صلوا عليه وآله. ورتل القرآن.